بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي برعايه ال جي وزد. نتكلم يمكن على الجوله 29، ما كانش فيه غير اربع ماتشات كلنا خلصنا وخلصنا فيها. اكيد ناس كتير جدا عملت سكور وحش جدا لان فيه بتاع يعني فيش غير تمام الا انا والله يعني لا 52 نقطة فجامدة. كويس طبعا، انت عندك حظك كل الناس لعبت تقريبا. طب قول لنا كده التشكيل بتاعك، انت اول مرة تكسبني انت جايب 52 وانا 31. ايوه بقالي 3 4 مرات انا دايس فين؟ انا بعيد يعني انا كسبان. الاسبوع اللي فاتوا انا على طول تك 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 ده هو اسبوعين ثلاثة ولا أربعة من ساعة الكورونا والله انا شغال. لا لا لا